من يعتقد بأن هذه المسيرات وهذه الثورة يمكن أن تتوقف تحت أي ظرف من الضغوطات الأمنية والقمع الأمني. سنتان ونصف والفشل يلاحق الخيارات الأمنية وسيستمر يلاحقها. ندعو من اليوم الأول وندعو اليوم إلى الاحتكام إلى العقل، إلى الاحتكام إلى المنطق، إلى الرضوخ إلى الإرادة الشعبية المحقة في أن يكون المواطن محترم في وطنه. احنا مسيرتنا ومطالبنا مطالب شعب كامل من شرق البحرين الى غرب البحرين. لا نريد تفرقة عنصرية، لا نريد تفرقة طائفية. شعب البحرين محب للمحبة والسلام، وهذا ما نتمناه. واليوم الدليل على ذلك فيه من اخواننا السنة، وانا واحد منهم، يعني ما يبينون نفسهم لكن متواجدين، اذا ما كانوا فوق الالف فوق الالفين فوق الثلاث الاف. فاسأل الله ان الله يوفقنا، يوفق جهودنا وترابطنا لوحدة هذا الوطن وشعبه.